لمزيد من المعلومات ينضم إلينا الآن من خان يونس مراسل الحدث محمد عواض، وبعد قليل سنكون أيضا في تغطية من الجانب المصري من معبر رفح مع أحمد عثمان من هناك. بداية محمد، تحية طيبة، صباح الخير، أهلا بك في هذه التغطية المستمرة ويعطيكم ألف عافية. كيف هو نهار قطاع غزة اليوم ثاني أيام الهدنة؟ نعم، الهدوء هو سيد الموقف، لكن هناك محاولات من المواطنين وأيضا النازحين في مناطق جنوب قطاع غزة من محاولة الوصول إلى ما أماكن سكنهم تحديدا في وسط مدينة غزة وكذلك في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يطلق النار بين الفينة والأخرى على هؤلاء المواطنين الذين تواجدوا بالقرب من ممر صلاح الدين وهو الذي يقع في وسط قطاع غزة. حتى الآن لم يبلغ عن وقوع أي من الإصابات، لكن هناك تجمع لعشرات المواطنين تحديدا في الطريق المؤدي إلى ممر صلاح الدين، وتحاول هذه العائلات وهؤلاء المواطنين من العودة إلى مدينة غزة. الجدير ذكره بأن الجيش الإسرائيلي منع عودة المواطنين إلى شمال ومدينة غزة على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار، وسمح لمن هم يسكنون في المناطق الشرقية لخان يونس والمناطق الجنوبية بالعودة إلى منازلهم. هذه العودة لم تكن بالحسبان لهؤلاء المواطنين الذين وصلوا ووجدوا منازلهم مدمرة ومقصوفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن قصف تلك المناطق طيلة أيام الحرب، الأمر الذي أدى إلى حالة من الصدمة وأيضا والقلق لدى هذه العائلات التي وصلت إلى ركام منازلها تحديدا في بلدتي خزاعة وبني سهيلة ومنطقة الفرحين إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة. لكن الهدوء هو سيد الموقف ولا تحليق للطائرات الاستطلاع، لا يوجد أي طائرات في الأجواء، وهذا الأمر غير مألوف منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وهذا ما نص اتفاق وقف إطلاق النار إلى وقف التحليق للطائرات التجسس والطائرات المسيرة في سماء المناطق الجنوبية لقطاع غزة. محمد، ماذا أيضا عن الحياة اليومية للغزيين؟ هل تمكنوا من يعني الوصول إلى المواد الأساسية؟ كنت قد يعني تابعت لنا الأوضاع الإنسانية المتدهورة، تراجع في المواد الأساسية والمؤن، هل عاد كل هذا إلى السوق في قطاع غزة أم لا بعد؟ يعني هذه المساعدات دخلت في ساعات مساء أمس وهو تم نقلها إلى مخازن تتبع للأونروا، وبالتالي هناك عملية فرز وعملية أيضا تقسيم لهذه المساعدات، وهذا الأمر يستغرق يوم أو يومين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وصول هذه المساعدات إلى السوق وإلى المواطنين في هذه الأيام، خاصة وأن المساعدات تتدفق ويتم فرزها وإخراج وإنزالها في معبر رفح البري، وهذا يستغرق يوم أو يومين على الأقل، وبالتالي سيتم نقل هذه المساعدات من خلال الأونروا إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ليتم توزيعها على المواطنين وعلى أيضا النازحين في أماكن تواجدهم. ولكن محمد، ماذا عن السلع؟ هل هي متوفرة أصلا في السوق في قطاع غزة؟ السلع يعني انعدمت بشكل كامل في اليوم العاشر أو الأسبوع الثاني من الحرب على قطاع غزة. البقالات أصبحت فارغة تماما، السوبر ماركت أصبحت رفوفه خالية تماما، لأن الناس بدأوا يعني يجهزوا أنفسهم لأيام طويلة بعد مرور أسبوع على الحرب. كانوا يتوقعون أن هذه الحرب ستستمر فقط لأيام قصيرة، لكن حينما امتد القصف لأكثر من أسبوع أو أسبوعين هذه العائلات سرعان ما توجهت إلى الأماكن التجارية وحاولت التبضع بالمستلزمات الأسرية وأيضا البيتية، وهذا ما أدى إلى فقدان كل السلع في السوق المحلي وأيضا السوق الفلسطيني هنا. وعلى هذا الإثر هناك أيضا نقص كبير في غاز الطهي وفي أيضا الوقود. الجيش الإسرائيلي سمح بإدخال حتى الآن 8 شاحنات، قبل قليل دخلت 4 شاحنات، وصباح أمس دخلت 4 شاحنات أيضا من الجانب المصري، وهذا الأمر يعني لاقى ارتياحا كبيرا من المواطنين ومن الناس هنا
في قطاع غزة خاصة، وأن هذا الغاز مفقود منذ ما يزيد عن 50 يوما، وبالتالي هذا الأمر فاقم أوضاعهم الإنسانية وأيضا المنزلية والبيتية، وبالتالي هم يشعروا بارتياح قليل لأن الوقود بدأ يدخل إلى السوق المحلي، وكذلك غاز الطهي دخل إلى المحطات. وشاهدنا في ساعات صباح هذا اليوم اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام هذه المحطات ينتظرون ينتظرون لبيعهم وأيضا مدهم بغاز الطهي الذي وصل في ساعات صباح هذا اليوم إلى هذه المحطات في المناطق الجنوبية ووسط قطاع غزة. كل الشكر لك دائما محمد على كل هذه المعلومات. دقائق قليلة أيضا، وبطبيعة الحال سنكون في تغطية مستمرة معك خلال هذا النهار ونعود إليك في هذه التغطية. حدثني محمد عوض من خان يونس في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.